طيب اللي اسمه ده كنا بنقول بنقول لو هل في عموما تعال نتكلم بس في الناس شكل الناس مش فاهمه بيزكس في النتوركينج خالص يعني. السؤال بيقول ايه؟ المكنه الماشين اللي انا بكونكت بيها قلنا كلمه لوكال هوست فهمناها. انا بقول مبدئيا كده عامه تقدر اي حد فيكم يقدر اي حد فيكم يكونكت على الداتابيز بتاعتي انا دي؟ ده سؤال. واحد بس يتكلم. لا اللي انا عايز اثبته ان ممكن لو انا اسمعوني ثاني لو انا الجهاز بتاعي واخد حاجه اسمها ستاتيك اي بي او ليه حاجه اسمها دومين معناها ايه؟ ان الجهاز بتاعي ليه رقم ستاتيك اي بي يعني رقم ثابت على الانترنت بقى رقم يعني اي حد عايز اكسس الجهاز بتاعي ليه رقم ثابت حول العالم. اشتريت انا استاتيك اي بي خلاص اشتريت استاتيك اي بي يعني اشتريت اي بي يعني رقم بدل 127.0.0.1 بقى رقمه مثلا سي 153.215. مثلا 127. مثلا 130 مثلا بقى ده اسمه استاتيك اي بي بتاعي يعني بتاع جهازي خلاص او واخد دومين www.adelsabor.com مثلا. في الحالتين دول بقى عندك بقى الجهاز ده ليه رقم ليه معنى بالنسبه لي او اسم لو هو دومين يعني دي ان اس بتقدر تاكسس عليه. طيب دي مبدئيا حلو قوي. بقى في عندي مبدئيا في عندي اقدر اخش على الجهاز ده. طيب حل تاني لو احنا في نفس اللان يعني احنا في نفس النتورك احنا في نفس الايه؟ شبكه زي ايه؟ زي شركه عندنا خمس ست سبع اجهزه وكل جهاز ليه اي بي تمام غير 127.0.0.1 كل واحد كل جهاز احنا حاطين له اي بي كل جهاز انا عامل مثلا جهاز اسمه 127.133.133.1 و127.133.2 127.133.133.3.4.5.6 بس في الحاله دي هتقدر انت من رقم 6 اللي هو 127.133.133.6 يقدر يكونكت عليها ايه 127.133.133.1 لو انا مديهم الصلاحيه دي على النتورك على الشبكه تمام خلاص كده فاهمك. طيب اليوزر بقى دلوقتي اللي انا بكونكت بيه ان انا 127.133.133.6 اللي هو عارف ده مكانتي انا دلوقتي بتكونكت على المكنه 127.133.133.1 مفهومه كده؟ السؤال بتاعي دلوقتي هيقدر يخش من الاكونت اللي اسمه احمد لوكال هوست بانه صلاحيه؟ يخش اقول السؤال تاني انا احمد دلوقتي عملت كونكت من برنامج من بايثون من برنامج من بي اتش بي ماي ادمن من اي حاجه من اي برنامج او اي حاجه دخلت بيها عملت كونكت دخل قال لي دخل يوزر نيم والباسورد قلت مدخل احمد والباسورد بتاعه وعملت كونكت على الداتابيز بس الداتابيز اللي موجوده على جهاز 127.133.133.1 انا قاعد على 127.133.133.6 ماشي؟ هل هيقدر يديني اخش؟ احمد هيقدر يديني اخش من انا صلاحيه؟ هيقدر يديني اخش بالصلاحيه دي بصوا لما بخش باحمد عامه من غير لوكال هوست اللي بيدهوني؟ ان انا اخد بس حق اليوزج اشوف بس مش هقدر اتعامل معايا داتابيس ليه؟ لان انا واخد حق اليوزج طالما انا ايه ات يعني قاعد على الجهاز اي حاجه لو قاعد على الجهاز اي حاجه ما بقدرش اخد غير اليوزج بس ليه خلاص بقى دي الصلاحيه اللي واخدها احمد لما يكون على اي جهاز بيكونكت على الداتابيس بتاعتي لكن لو قاعد واخد جهازي يعني ايه يعني مثلا كاتب كود بايثون على نفس الماشين دي كاتب كود بايثون على نفس الماشين دي يعني كود البايثون نازل
وداتابيز نازله والاثنين محطوطين على جهازي انا اللي هو 127.0.0.1. خلاص هيبقى معاه صلاحيات ايه؟ ها؟ هيبقى واخد الصلاحيه بالشكل ده، هيبقى اول وقت عامل ايه؟ جرانتس لاحمد لما يكون قاعد على اللوكال هوست، صح؟ فبقى معناها كده لاحمد ايه لما يكون قاعد على اللوكال هوست؟ هتلاقي الداتابيز مدياك ايه؟ مدياك حقين، مدياك حق انك تيوز ومديك حق اول بريفليجز على السكول. وصلت؟ فلما تيجي تعمل انسيرت على السكول تشتغل. تحط المكنه من المكنه بتاعتك وتيجي تجرب الحاجه مش شغاله. تروح على المكنه الثانيه تلاقي نفسك اشتغلت. ليه؟ لان انت عندك حق انك تعمل ده وانت على نفس الماشين. لكن ما عندكش حق انك تعمل ده وانت من بره، انت من بره بتيوزج بس. لكن طول ما انت على نفس الماشين ما عنديش مشكله. فمعناها ايه؟ انا لما اخد الكود منك واحطه عندي وكونكت بيه على ماي سيكوال ما عنديش مشكله، اعمل اي بريفليجز. لكن وانت بتكونكت عليه من بره شوف بس. يا ده انا ما كنتش متخيل ان الحته دي تاخد منك كل دي تمام. بس انا بتكلم عن داتابيز، ما هي يوزر مانجمنت. اتفضل. ماشي انا سكت استنيتك. زميلنا بيقول انا لما بكريت يوزر الديفولت بتاعه بيبقى ليه كل الحقوق وان هو يشوف كل الداتابيز بس يشوف. زميلنا مش عارف كان بيسال سؤال ايه، انا نسيت السؤال اللي كان بيساله لي. كان بيقول واحنا بنكريت بيبقى نازل ده الديفولت صح كده؟ فقلت له مظبوط بكريت، واحنا بنكريت يوزر بدون ما نديله صلاح، هتقول بس كريت يوزر وسكتنا. في الحاله دي بياخد الايه الديفولت ان هو يوزج الايه الداتابيزز بالتيبلز يشوف. تمام كده؟ بس ده ايه الفكره حتى الان لسه ماشيين بيها خطوه خطوه. بس فهمت حكايه السيرفرز والاي بيهات والكلام ده ولا لسه فيها مشاكل؟ شو احنا بنعيد الاسئله كتير. شو يوزج شو ديسبلاي. تمام. طيب هتكلم معاكم على الافكار دي برضو، بتبقى يعني بيبقى ليها معاني. بتعمل ايه اللي هي البريفليجز او الرولز، هنتكلم عليها ان شاء الله. طيب الفكره طبعا اليوزرز دول برضو فاكرين احنا اخذنا المره اللي فاتت داتابيز مان انفورميشن سكيما صح؟ وقلنا دي بتشيل معلومات عن الداتابيزز واللي بيحصل فيها صح؟ ولكن مثلا انا دلوقتي كريت يوزر، اما بكريت يوزر خلاص بيتكريت في داتابيز اسمها ماي سيكوال.